البحرين من الدول اللي صار فيها سرعة في تطبيق حزام السلامة، لا لشيء إلا لأن البحرين فيها وعي كبير بالسلامة المرورية. الآن قد يكون خف الوعي، لكن في كثير من الناس يستخدمون حزام السلامة. شنو المضار اللي لو أنت ما استخدمت حزام السلامة راح تيك؟ أولاً حزام السلامة إذا أنت لبسته وتمشي على سرعة 80 لا قدر الله تورط في حادث، لا يمكن أن تصير أي إصابة في الجسم خصوصاً العمود الفقري، حتى على سرعة 100 إلى 120 هذه ممكن أن تكون في إصابة في الوجه، لكن العمود الفقري راح يكون سليم. هذه طبقاً للدراسات اللي جات على موضوع حزام السلامة. أكثر من هذه السرعة وإحنا ما ننصح طبعاً بهذه السرعة وأنت لابس الحزام، طبعاً راح تكون في إصابة. الحزام السلامة يقلل من الإصابات اللي تصير في الجسم في كل أجزاء الجسم، خصوصاً نفس ما قلنا في العمود الفقري. أي سرعة تكون سواء أنها سرعة عالية أو سرعة قليلة، الحزام السلامة هو اللي يمسك الجسم على الكرسي ويكون هو في مأمن من أي إصابات. أي واحد يقول ممكن أنا أستخدم الحزام السلامة على الشوارع اللي هي ذات سرعة عالية 100 على هذه، أنا ألبس حزام السلامة، لكن داخل المناطق أنا ما ألبس حزام السلامة. نذكر في المعلومة اللي أعطيناكم إياها قبل كم من يوم أن حوادث الإصابات اللي تصير على شوارع 50 و60 و70 900 إصابة، بينما الإصابات اللي حصلت على شوارع سرعتها 100 180 إصابة. فأنت معرض للإصابة أكثر داخل المناطق وعلى الشوارع اللي أقل من 100. يعني إذا بتلبس حزام خلك من تطلع من البيت ألبس الحزام. إيه إن واحد ثاني يقول أنا ودي ألبس الحزام بس هو ممكن أن يتشفس ثوبي، نقول لك أي هم ثوبك متشفس ولا أنت سلامتك صحتك؟ مر المستشفيات شوف اللي تعوره من ذي الإصابات، شوف الفيديوهات اللي على اليوتيوب، أي حادث يكون بس هو مو بلابس حزام السلامة، شوف لا قدر الله إذا تعورت السيارة شلون يطلع من السيارة من الجامعة مثل ما شنا يسحبونه بالهواء من السيارة. الموضوع خطر للغاية، لازم أنت تكون أنت تتعلم من نفسك، ما يحتاج أن تكون لا قدر الله تطيح في ذي المشكلة تعرض للإصابة بعدين تقتنع أن حزام السلامة شيء مهم سواء لك أو للراكب يمك أو حتى حق الأطفال اللي قاعدين ورا. ركز على موضوع سلامتك. أنت في السيارة تقول أنا مشي صاح وأنا متقيد بالقانون وملتزم بالسرعة، إنزين تضمن الناس؟ تضمن اللي حواليك؟ في ناس أكيد عندهم يعني الأمور هذه مسترخصينها، مسترخصين الناس، إحنا لنا وقفة معاهم، لكن اللي يهمنا أنت، أنت الواعي، أنت المثقف، أنت اللي تبدي من اليوم وأنت طبعاً تكشخ بالحزام من طلعت من البيت لين ترجع مرة ثانية بالبيت. ونتمنى لكم الصحة والسلامة وإن شاء الله ما تردون ولا تروحون إلا أنتوا بخير وبسلامة.